نقدر، لان النشويات من الحاجات اللي بتساعد على الجوع، خصوصا النشويات البيضة. نبعد عنها زي السكر والدقيق الابيض، هنحاول نستبدلها بالنشويات اللي هي زي الشوفان، ولو اكلنا حاجه فيها نشويات يكون زي التمر والفاكهه، بس قليل مش كتير، عشان ما ندخلش نفسنا في دايره جوع. الفاكهه او النشويات لو خدناها كتير، اللي بيحصل ان احنا بندخل جسمنا من اول اليوم في حاله جوع، فبالتالي خلاص ما بنقدرش ان احنا نطلع منها ونفضل جعانين طول اليوم عايزين ناكل ناكل ناكل. فما ندخلش نفسنا من الاول، نشويات قليل على قد ما نقدر. تمام، لو جوعنا محتاجين نشويات يبقى شوفان وقليل، تمر قليل واحده مثلا او لغايه 3 بالكتير اي الصبح بدري، والفاكهه واحده بس، ما ناخدش اكتر من كده وقبل المغرب. تمام، طيب نحاول نقسم وجباتنا بروتينات على مدار اليوم، لان البروتين دايما بيشبع. يكون معنا البيض اساسي في اليوم، واحده او اتنين على قد ما نقدر للناس اللي ما عندهاش حساسيه طبعا. تمام، اللحوم نقسم انواعها، يعني اللحوم البيضاء زي الاسماك من قائمه رقم واحد، بعدها الفراخ، بعدها اللحمه، نقسم على مدار الاسبوع. وبرده البروتينات النباتيه زي البقوليات وخصوصا المشروم مثلا حلو جدا، والكينوا من الحاجات اللي بتدينا البروتين اللي احنا محتاجينه والامينو اسيدز وبتشبع، وفي نفس الوقت بنقسم عشان ما يبقاش بس نوع حيواني، لا كمان نباتي معانا. طيب عندنا قلنا ان الثلاجه نكون معبيينها بايه. خلاص، عندنا برضو الفشار من الحاجات الحلوه قوي. بالليل ممكن ناكل فشار برضو لو بمعلقه زيت واحده وكوجبه لوحدها. انا جالي سؤال قبل كده، هل ينفع ناخد الفشار ومعاه الزبادي بالليمون بالليل؟ لا، دي وجبه ودي وجبه، ما تحطوش الاثنين مع بعض. لو اتحطوا مع بعض هيتخن، لكن لو كلنا الفشار لوحده كوجبه بعيدة عن الزبادي، دايما نفصله 4 ساعات، يبقى ساعتها تمام مفيش مشكله. طيب مهم قوي ان احنا نركز برضو ان احنا ندي فرصه لجسمنا ان هو بياخد وقت عشان يشبع. يعني احنا مجرد ما نبتدي ناكل الجسم بيدي اشاره الشبع بعد تلت ساعه. فده معناه ايه؟ معناه ان احنا نصبر، ناكل بشويش، ما ناكلش بسرعه بسرعه بسرعه، فبالتالي ناخد كميات رهيبه. فلغايه ما الجسم يبتدي يدي اشاره الشبع هنكون اكلنا كتير. لا، ناكل بشويش، واحده واحده، نمضغ صح علشان المعده كمان تعرف والامعاء يمتصوا الاكل مظبوط، وفي نفس الوقت ندي فرصه للمخ انه يدي اشاره الشبع بعد تلت ساعه. تمام، طيب لو حسينا برضو بالجوع مش اول حاجه نجري ناكل، نشرب الاول، لان اوقات كتير بنبقى عطشانين وعايزين ميه، لكن المخ بيدينا اشاره انا جعان. لا، اشربوا، جربوا الاول اشربوا، وبعد كده شوفوا لو لسه جعانين تروحوا تاكلوا ساعتها. تمام، طيب عندنا برضو بجانب الجبنه القريش اللي قلت عليها مهمه جدا في الثلاجه، ان احنا نحط برضو الزبادي، والزبادي اليوناني كمان حلو قوي لانه غني بالبروتين واتقل في القوام شويه، فبيقعد في المعده اطول شويه. فدي من النصايح. يمكن اخر نصيحه حابه اقولها، حلو قوي لو بالليل مع الزبادي حبيتوا تاخدوا وقت شويه في اكل الزبادي، لانه بيتاكل بسرعه طبعا، بيخلص في ثانيه ونبقى جعانين. فالزبادي انا قلت يا بعصره ليمون يا اما ناخد فيتامين سي بره، مش لازم يبقى على الزبادي. ممكن نخلط في الزبادي بقى معلقه كبيره من جوز الهند المبشور، بيساعد قوي على الشبع، وفي نفس الوقت جوز الهند برده من الحاجات اللي بتخش في التخسيس ورفع الحرق، فحلو قوي معلقه واحده كبيره على علبه الزبادي، بتساعد جدا 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 ان احنا ناخد وقت واحنا بناكل ونلحق ان احنا نشبع عن لما ناكل الزبديه لوحدها. حلو قوي برده شيا سيدز لو قدرتوا، وبذر الكتان، يا ده يا ده يا ده. تمام، والقرفه برده من الحاجات الحلوه، بس عشان ابقى قلت كل حاجه. احسن كلهم احسن من الشوفان بالليل، لان انا ما بفضلش الشوفان بعد المغرب. كده خلصنا المعلومات كده بشكل سريع، هنروح بقى نجاوب على السوشيال ميديا. يلا بينا نشوف اول سؤال. تالي، انا وزني 88 وطولي 176 ونفسي اخس، مش عارفه بجوع بالليل. طيب احنا لسه مجاوبين على السؤال ده، اتبعي الحاجات اللي انا لسه قايلاها وان شاء الله هتفرق معاكي جدا، وانتي محتاجه تخسي كمان 10 كيلو تقريبا. السؤال اللي بعده، شرب الشاي بيسهرني ومش بعرف انام بدري بالرغم اني بشرب كوبايه واحده بس منه، ينفع ابطله ولا
ليه مفعول سحري مع الليمون فلازم اشربه. بصي، الشاي لو انت شربتيه قبل 12 ساعة قبل النوم مش هيعمل مفعول، يعني قبل 12 احسن. لو انت من الناس بتتأثري بشرب الشاي او القهوة او الحاجات فيها كافيين، يبقى توقفي شربها بعد 12، يعني 12 بعد 12 ما تشربيش. تمام، خلاص، يبقى اعملي الحاجات التانية في 7 خطوات، مش لازم الشاي بالليمون. تمام، نشوف السؤال اللي بعده. انت قلتي في حلقة يوم الاثنين ان لو منعنا النشويات خالص وجينا اكلنا منها بعد كده هنزيد بسهولة، وال7 خطوات برضو ما فيهاش نشويات، يبقى ازاي هنثبت من غير ما نزيد في الوزن تاني؟ مبدئيا النشويات فعلا لو احنا عملنا حاجة زي كيتو دايت، مش 7 خطوات، الكيتو دايت بيمنع نشويات تماما، فاحنا النشويات بتربط في الجسم مية، فاول ما بنبطل ناكل نشويات الجسم بيطرد منه المية، فبالتالي اول ما ناكل نشويات تاني بنتخن، بنزيد المية اللي احنا فقدناها. لكن ال7 خطوات انا مش بمنع النشويات، بس بقلل النشويات، مش بمنعها، وبختار النوعية المظبوطة، يعني يبقى نشويات مظبوطة زي الشوفان، مش نشويات بيضة ولا سكر ابيض، فالنوعية اللي بتختلف، بس انا مش بمنع النشويات. تمام، السؤال اللي بعده. انا عندي 25 سنة ووالدة بقالي 3 سنين، وبطني كبيرة قوي ورفيعة من تحت قوي وتخينة من فوق، ونفسي جسمي يتظبط، اعمل ايه؟ وزني 70 وطولي 150. مبدئيا انت محتاجة طبعا تنزلي حوالي 20 كيلو في الوزن. انت وزنك او شكلك اللي هو شكل التفاحة، احنا عندنا في شكلين، شكل التفاحة وشكل الكمثرى، في اللي بيزيدوا من فوق وفي اللي بيزيدوا من تحت، فانت محتاجة تنزلي علشان توصلي، كل ما توصلي للوزن الطبيعي وللمثالي، كل ما حدة او شكل الزيادة ده بيقل طبعا معاكي. تمام، وبنصح ب7 خطوات. السؤال اللي بعده، ينفع نشرب عصير الليمون بدون سكر اثناء الصيام المتقطع؟ العصير الليمون من الحاجات اللي اعتقد ممنوعه في الصيام المتقطع، فانا بس بنصح بيه لما نصحى الصبح واحنا بنشرب كوبايه الميه اللي بالعسل، معلقه العسل وعصره الليمون، انا في الوقت ده بنصح بيه، بس مش على مدار اليوم. تمام، في حاله الصيام المتقطع عشان ما تخرجيش من حاله الحر. هي ليها حاجات يعني علمية، ويعني ممكن نبقى نخش فيها بعد كده، بس أنا برضو يعني مش حابة أتكلم فيها قوي، عشان كده أنا في 7 خطوات عندي أنا بقول لكم لو هتعملوا معاها الصيام المتقطع ممكن تشربوها بس الصبح قبل ما تفطروا، والفطار يبقى على 11 أو 12. عندنا بعد كده دعاء، لو سمحت يا سالي، والفشار بالليل بيتخن، ولو مش بيتخن ينفع أكون كلت زبادي بالليمون؟ هو ده السؤال اللي أنا كنت عايزة اللي أنا كنت جاوبت عليه. وأكله بعدها، والشوكولاتة الدارك ينفع بالليل أخد قطعة؟ الشوكولاتة الدارك ينفع تاخدي قطعة عادي بالليل أو بالنهار زي ما أنت عايزة. الزبادي بالليمون ما يتاكلش مع الفشار زي ما قلنا، اللي يتاكل ده لوحده وده لوحده، والفشار بيخسس لو اتاكل بالليل أو في أي وقت، بس كوجبة لوحده يتعمل بمعلقة زيت واحدة. شوف السؤال اللي بعده، هو ينفع نستبدل العسل الابيض بالعسل الاسود في الصبح مع الميه والليمون؟ لو انت حابه تبدلي مره اسبوع كده ومره اسبوع كده ينفع، مفيش مشكله، خصوصا للناس اللي عندها حديد قليل ينفع انها تعمل الموضوع ده، لان العسل الاسود مليان حديد. نشوف السؤال اللي بعده كده. تمام، طيب احنا كده خلصنا الاسئله، هنروح بقى الفاصل ونرجع على المطبخ نعمل مع بعض كيكه العسل ان شاء الله، والتزيين بعد الفاصل. اهلا بيكم معانا من الفاصل، ودلوقتي بقى هنعمل مع بعض كيكه العسل الاسود، واحنا معانا دريم بيكنج صودا جديد، وانا مبسوطه بيه جدا الحقيقه، لان البيكنج صودا لو مش حلو بيعمل ريحه في الاكل وطعم مش حلو، والبيكنج صودا اساسي معانا في الحلويات، فانا مبسوطه جدا لدريم ان في دلوقتي بيكنج صودا. هقول لكم بقى على مقادير الكيكه.
معانا لكيكة العسل الأسود 6 بيضات وكوبايتين عسل أسود، يعني 550 جرام، وياريت نركز في الجرام، مهم جدا علشان الوصفة تظبط معاكم. يبقى 6 بيضات وكوبايتين عسل أسود يعملوا 550 جرام، وتلات أرباع كوباية سكر أبيض يعملوا 150 جرام، وتلات أرباع كوباية زيت عباد الشمس يعملوا 150 جرام، وتلات كوبايات دقيق أبيض يعملوا 400 جرام. وحسب نوع الدقيق بتاعكم، لو حسيتوا برضو دقيق عندكم مختلف، يعني كل حد والدقيق بتاعه، ممكن تزودوا شوية، ممكن تزودوا حوالي نص كوباية عليه، ومعلقة صغيرة قرفة، ومعلقتين بيكنج باودر، ومعلقة كبيرة بيكنج صودا من دريم، ورشة ملح وفانيليا، وعين جمل مجروش في الوصفة أو كازينة زي ما تحبوا. للتزيين معانا كريمة الزبدة وصوص كراميل وعين جمل، دي حركات هنقعد بقى نلعب شوية. خلاص هنعمل ايه؟ هنحط كل المكونات اللي هي السايلة مع بعض، زي البيض والزيت. بنقلب كله مع بعض، ننزل كده بالدقيق كله.
ما بتكون خلاص استوت. طبعا بنجرب بخلة اسنان، بتاخد وقت في الفرن زي اي كيكة من نص ساعة، بنبتدي نبص عليها مش قبلها، ولكن بتاخد تقريبا ساعة في الفرن. طيب احنا علشان بقى نبتدي نزين هنحتاج طبعا ان احنا نقسمها. انا هعمل معايا شكل طويل شوي، يعني اعلى 3 ادوار بس مش عاليه قوي. تمام، انا معايا دي واحده كده، ابتدي اقسمها عشان نظبط بس نساوي العلو بتاعها. القالب اللي هنقدم او الطبق اللي هنقدم عليه، بجيب اول طبقه وابتدي احط بقى عليها كريمه الزبده. الوصفه دي يفضل معاها كريمه الزبده علشان هي كيكه تقيله شويه، يعني قوامها مش هش قوي، ف يفضل معاها كريمه الزبده عشان تمسك صح على بعض. كريمه الزبده قلنا قبل كده ان هي مقاديرها عباره عن على كل كوباية زبدة، يعني كل 200 جرام زبدة بنحط 400 جرام سكر بودرة، الضعف على طول سكر بودرة، شوية لبن أو مية حسب الاحتياج. ببتدي بس أحط شوية، بنضربه كويس قوي لغاية ما يبقى قوام هش معانا وحلو، وأحط شوية من تحت كده علشان إيه تمسك معايا الكيكة ما تلفش مني. ببتدي أحط أول طبقة وابتدي أفرد عليها من كريمة الزبدة في النص. طبعا واحد ممكن ينكه بقى كريمة الزبدة اصلا، يعني ممكن يعملها مثلا فيها قرفة، ممكن يزود يعني فيها نكهات زي ما انتوا عايزين بقى، او ممكن تزينه برضو بالجنش اللي هو عبارة عن شوكولاتة وكريم. نوع الكيكات دي مش محتاجة تتشرب قوي، بس حسب برضو الرغبة طبعا، ولكن نوع الكيكات دي بتبقى ماسكة نفسها كده ومش هشة قوي يعني. تمام كده، بنحط بعد كده الطبقة اللي بعدها. نعمل نفس القصة، هي كده كده غنية لأن بيبقى فيها عين الجمل، وده حسب الرغبة زي ما قلت. انا ما حطيتش في اللي انا عملتها قدامكم عشان ايه لو انتوا عايزين او لا،
ولكن بيها أحلى. قربنا. تمام. طبقه مش متخنوش لان احنا لسه هنلف يعني من بره لسه هنحط، فهي مش عايزه ان هي تبقى كتير. دي بقى اخر واحده بنروح واخدينها وقلبينها عكسي، يعني بناخدها كده ونروح قلبها عكسي عشان الطبقه اللي هي الحلوه تبقى من فوق معايا. تمام بالشكل ده تبقى الحته اللي هي فوق تبقى كده. نشيل ده بقى ورا. وهنعمل حاجه بقى مهمه جدا كمان دلوقتي، لان هكمل دلوقتي ان انا احط عليها كريمه الزبده، ولكن في حاجه عايزه اعملها معاكم مهمه دلوقتي، وهو نعمل اشكال من السكر. فاحنا هنبتدي نشغل كده واحط السكر عشان عايزه الحق اوريها لكم. ولا اتاكد بس اني واحده اهي دي. نحط بقى السكر يعني حسب الكمية، انا مش هحط كتير عشان انا هوريكم كده بسيط. حلو كده. ويكون معانا في مفرش سيليكون، مهم قوي مفرش السيليكون ده بيفرق معانا جدا في الشغل. تمام بنفرده. عشان ده اللي هننزل عليه الايه الكراميل بعد كده. تمام هنشوفه بس. بس اتأكدوا انه مفرش سيليكون. هنعمل عليه بعد كده اشكال معينة وهوريكم هنزين بيها ازاي. دلوقتي بقى نبتدي بقى نرجع تاني لكريمة الزبدة ونبتدي بقى نغلف التورتة كلها بكريمة الزبدة. برضو طبقة رفيعة عايزة اغلف بيها بس من بره عشان كلها تبقى متجانسة مع بعض. تمام ده كده من فوق. وبعد كده نبتدي بقى نتحرك بالشكل ده من زي ما احنا شايفين. انا هكمل بقى انا كده غلفتها، نبتدي بقى هقعد بقى في الفاصل استف فيها. نفضل بقى كده نستف ونظبط ونشيل الزياده ونعدل ونعمل بقى هعمله في الفاصل بقى عشان متزهقوش مني. بس حاجه واحده، ولما نرجع من الفاصل يكون ده ساح معايا السكر ده، انا ما حطيتش له اي حاجه سكر بس، لغايه ترجعوا لي من الفاصل يكون ساح معانا نعمل الاشكال اللي انا اقصدها بعد الفاصل.
اهلا بيكم معانا من الفاصل. وانا كده خلاص سيحت الكراميل، فاضل له مفيش حاجه بسيطه جدا وهيكون كله ساح معايا خلاص، عشان ما يبقاش في اي كلكعه كده. تمام، ده عشان نعمل بيه اشكال من الكراميل. زي ما قلت يكون معانا السيليكون، مفرش سيليكون يبقى جاهز عشان نقدر نعمل عليه الاشكال كده. تمام جدا، واقدر اطفي بقى خلاص. هياخد بقى الكراميل، ويا ما يبقاش معانا اطفال خالص. ده شكل سهل قوي هنعمله، بيبقى عباره عن زي خيوط انا بمشي بيها كده بشكل عشوائي جدا، وبسيبها انها تسقع وابتدي ان انا ازين بيها التورته. تمام بالشكل ده. ده شكل. في بقى شكل تاني بنعمل اشكال على مثلا بوله تكون مدوره، بحط عليها الفويل ومدهون، وببتدي ان انا برضو اعمل عليها الحركات دي، بحيث انها اول ما تسقع معايا اقدر ان انا اطلعها وهوريكم شكلها بيكون عامل ازاي. هو بس الكراميل لازم يكون برد شويه معانا عشان يدينا برضو اشكال احسن من كده. يعني يبتدي دلوقتي شكل، بس لما بيبرد معايا يعني ما بين انه بيبرد وما بين ان هو لسه سخن، عشان هو سريع جدا انه بيبرد ويقفش معايا، بيدينا شكل احسن كمان، بيدي خيوط اكتر. تمام، اهم حاجة على سيليكون، ما ينفعش على اي حاجة تانية. ممكن رخامة مدهونة زيت، ولكن يعني ما مش شرط يطلع معانا على طول بسهولة يعني زي السيليكون. تمام، اهو تقريبا كده. اهو ابتدى شوية يديني الشكل احسن لما بيسقع زي ما قلت، ويديني فرصة ان انا اعمل خيوط احسن. ده بقى لما بيبقى في حالة كده معينة بعرف اشد منه خيوط ذهبية فظيعة، وطبعا بسهولة نرجعه تاني على النار ونسيح الباقي. طيب بنسيبه يسقع بقى، وانا كده خلاص عملت كريمة الزبدة حواليها. بقيت كريمة الزبدة يا جماعة بتقدروا بسهولة جدا انكم تشيلوه وتحطوه في علبة في التلاجة ويعيش معاكم فترة طويلة قوي. تمام، ده ما يتمسكش خالص قبل ما يسقع، علشان لو اتمسك هتبقى مشكلة كبيرة. عايزة اوريكم بس لما بيمسك معانا بيدينا اشكال ايه. لما بيمسك معانا
اهلا بيكم معنا من الفاصل. ودلوقتي الحقيقه هنتكلم على الصحه بشكل عام. مرضى السكر والضغط والكوليسترول ليهم طبعا ظروف خاصه جدا هنتكلم فيها دلوقتي. معانا الدكتور مصطفى حامد، استشاري الامراض الباطنه والصدريه والمستشار الطبي لشركه AMD. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك. منورني. منور. الحقيقه احنا حابين نسال عن مرض السكر والضغط والكوليسترول. طبعا احنا عارفين ان ده ثلاثي مرتبط ببعض للاسف، وحاجه بتجر الثانيه على طول. مظبوط. حضرتك تنصحنا بايه بقى بخصوص؟ انا بالنسبه لمريض السكر ومريض الضغط، نلاحظ ان مريض السكر بيمثل رقم كبير قوي في مجتمعنا وفي كل المجتمعات، مش مجتمع مصر بس. حوالي 9 مليون مريض سكر، ده الاحصائيه القديمه، يعني لسه الاحصائيه الجديده نزلت هتنزل، يمكن طبعا الرقم هيزيد عن كده. طبعا هيزيد عن كده. مريض السكر لما نيجي نلاحظ ان هو بيفكر في فيتامين واحد فقط لا غير بالنسبه له، وده المتعارف عليه اللي هو فيتامين بي 12 او بي كومبلكس، اللي هو بيقول لك ده عشان الاعصاب بتاعتي. انا ما بقللش من فيتامين بي 12 او بي كومبلكس، ولكن انا عايز الفت نظره لفي 3 فيتامينز او 3 مكونات مهمين جدا جدا ليه ويفيدوا جدا لمرضه، مش في حاجه واحده بس. يعني لما نيجي نلاحظ، انا بتكلم عن فيتامين الف وفيتامين د والاوميجا 3 الموجودين في الكولوسيز. احنا بناخد فيتامين بي 12 عشان خاطر الاعصاب، او بمعنى صح الاعتلال العصبي السكري، وساعات بيساهم برضو بي 12 معانا في كرات الدم الحمراء. لكن لما نيجي نتكلم عن فيتامين الف وفيتامين د والاوميجا 3 الموجودين في الكولوسيز، انا بتكلم على 5 حاجات هيفيدوا مريض السكر. رقم 1 الطاقه والحيويه والنشاط اللي هياخده مريض السكر. حضرتك بتتعبي قد ايه عشان تعملي لنا اكل جميل، والاكل ده عشان يمدنا بالطاقه. طيب اوريدي بلاش عن طاقه النهارده خالص والكراميل اللي ده انا عايز بعيد يعني. فالطاقه دي عشان ناخد جلوكوز، تحول في الاخر لجلوكوز. الجلوكوز هيديني 36 اي تي بي جزيء طاقه. طب تخيلي ان الاوميجا 3 لوحدها بس اللي في الكولوسيز بتديك 146 اي تي بي جزيء طاقه، يعني 4 اضعاف اللي باخده من الجلوكوز. ده رقم 1. رقم 2 بفيد مريض السكر بالكولوسيز بحاجه مهمه جدا، نقص المناعه. غالبا مريض السكر او مريض الضغط بموضوع نقص المناعه عنده بيبقى شيء بمعنى صح في اريتنت بالنسبه له، او بمعنى صح هام جدا بالنسبه له. فنلاحظ ان هو مثلا بيخاف انه يدوس على حاجه وهو ماشي يحصل جرح، تبقى قدم سكري او تبقى جرح سكري، يلم ياخد شهور عشان يقدر يلم. اوريدي المناعه انا بقدر اديها له فيتامين الف وفيتامين د والاوميجا 3، يبقى كده قدرت ازود مناعته عن طريق فيتامين الف وفيتامين د والاوميجا 3 موجودين في الكولوسيس. طب هل كده وبس؟ لا، ده كمان صحه العظام عنده والاسنان. بنلاحظ ان فيها هشاشه في العظام، سن ممكن يكون كبير شويه، بيبقى فيه حاجه زي نظام وجع او ضعف في العضلات بالذات مع دخول الشتاء. انا عايز اعيد له تاني، شوف انا بقول له كام ميزه في فيتامين الف ودال والاوميجا 3 الموجودين في الكولوسيز. طيب حضرتك معلش قول لنا تاني، الكولوسيز متكون من ايه بالظبط وجرعاته؟ هو الكولوسيز ده عباره عن زيت كبد حوت سي ال او كود ليفر اويل، بيكون من فيتامين الف وفيتامين د والاوميجا 3. طيب موجود فين؟ ده مصدر نيوزيلندي بره، وبمعنى صح كل دول العالم بتجيب منه، احنا عندنا في مصر هنا اسمه كولوسيز. طيب مختلف، هل موجود في دول اوروبيه؟ موجود بس باسماء تانية. احنا عندنا هنا بقول ليه انا عايزك تجيب الكولوسيز، ما انا كنت زمان وليه اجيب ده ما اجيبش المستورد؟ مظبوط. هبقى صريح معاكي، انا الكولوسيز بالنسبه لي مع سعره المناسب جدا، لكن كفايه انه تحت اشراف وزاره الصحه والرقابه الدوائيه، كفايه ان الماده الخام وهي داخله بتبقى لازم تتفحص عشان تبقى طبقا للمعايير والتقارير اللي بتقدمها بيها ولا لا. ده غير ان المصنع اللي بيصنع الكبسوله الجيلاتينيه الرخوه اللي هي بنسميها كبسوله جيلاتينيه ناعمه جدا مختلف عن المستورد، بنلاقي كبسوله صفراء كده وكبيره لدرجه ان المشاهد وهو جاي يبص الكبسوله مش قادر، انا هبلع كل دي، ده انا عايز وراها يعني حاجه زي تورته جميله زي بتاعتك عشان اقدر تدلع مني. بلاش التورته بس. لازم الناس تصدق. لا 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 خالص، انا غرضي ان انا فعلا عايز اقول ان الكبسوله دي المتصنعه في الشركه العربيه، وده اكبر من مصانع الشرق الاوسط، بيقدر فعلا المشاهد انه يقدر يبلعها بمنتهى السهوله واليسر. طيب كل ده، وكمان بقول لك ان الكولوسيز في الصيدليات مش اونلاين. ليه؟ ليش معنى الصيدليات؟ الصيدليات دي امن مكان اقدر اخد منه المكملات الغذائيه بتاعتي، اقدر اخد منه الدواء بتاعي سواء كنت مريض مزمن لاي دواء او مريض مرض حاد مثلا. فرض ما، فاذا دواء مخزن تحت درجه حراره 24 مش زي المستورد، انا ما اعرفش راح لتاجر مين وتاجر مين بعديه، وتخزن في درجه حراره ايه
وهل المادة الفعالة بتاعته حد تم فحصها ولا لا. تمام، هل هي لكل فئة عمرية ولا مزبوط. حضرتك حدد لنا بالظبط. انا عايز اقول بقى دي نقطة حلوة قوي انت قلتها لي. احنا كنا بنتكلم من شوية على مريض السكر والضغط وبنقول او اي مرض مزمن في البيت. طيب لما نيجي مثلا نلاحظ ان الزوج بيبقى ممكن مريض سكر او الام بتبقى مريض الضغط او خلافه، انا الفيتامين بتاعي ده، وبعد كده حد يرد تاني يقول انا الفيتامين بتاعي ده، وابنه بعد كده يقول الفيتامين بتاعه، بقى كل واحد داخل في مكمل غذائي شكل. تخيلي ان الكروسيز قدر يحل المشكله دي، ان انت كمريض سكر، كمريض دهون، كمريض ضغط، كمريض حساسيه صدر، لا مش مريض خالص، انا راجل في الجامعه طالب عايز تحصيل دراسي كويس، عايز فهم كويس، عايز بمعنى صح اقدر اعمل طاقه وحيويه ونشاط، عايز عظمي مفيش لانعظام مفيش هشاشه عظام. كل ده معناه ان انا بقول لكل فئات البيت من اول سن سنه لحد ما ربنا يديله الصحه مع اختلاف الجرعه طبعا. تمام. طيب حضرتك قلت ان هو مناسب لمرضى السكر والضغط والايه والكوليسترول. مظبوط صح كده. انت بتدينا اكلات حلوه جدا بس مشكلتها ممكن يكون فيها كوليسترول، بس انا لازم اكلها فكلت الاحلال هاكلها. طب يبقى اذا احافظ على نفسي ازاي؟ حاجه زي الاوميجا 3 الموجوده في الكولوسيز بتامن لي الطريق ده. اوكي انا هاكل بس اخد حاجه تحميني من الدهون الضاره اللي موجوده بترسب على الاوعيه الدمويه بتاعتي. طب لما تترسب عليها لا غذاء هيوصل ولا اكسجين ولا مناعه يوم ما احتاجها هتقدر توصل في الوقت المناسب. لكن لما اقدر افضي الوعاء الدموي واخليه يسير بطريقه كويسه يبقى الكولوسيز هيفيدني جدا جدا في النقطه دي ومفيش ارتفاع في ضغط الدم. احنا بنعتذر هنروح لفاصل ونرجع لكم تاني. اهلا بيكم معانا تاني وراجعين مع دكتور مصطفى حامد استشاري الامراض الباطنه والصدريه والمستشار الطبي لشركه AMD. احنا كنا بنتكلم عن مرض السكر والضغط والكوليسترول وتاثير كلوسيز عليهم والجرعات المناسبه. حضرتك حابب تدي تاني ريكاب عن الموضوع؟ ريكاب علشان بسيط كده، ان احنا عايزين نقول ان الكوليسيز زي ما هو بيحسن مستويات السكر في الدم عن طريق انه بيخلي امتصاص الانسولين بطريقه كويسه، زائد ان هو كمان بيحسن خلايا بيتا اللي بتنتج الانسولين، غير ان هو طبعا عايز اقول ان الكولوسيز هو الفيتامين او مكمل غذائي مناسب جدا جدا مع مريض السكر بلس ادويه السكر بتاعته. محدش يعتقد ان الكولوسيز لوحده هينزله السكر، لا الكولوسيز هو هيحميك من حاجات تاني جدا السكر ممكن يعملها زي زياده الدهون في الدم، زي مستويات السكر بتعلى نبه واحده وتقعد تنزل، او تديك الطاقة والنشاط والحيوية اللي انت بتفتقدهم وبتضطر انك تاكل كتير نتيجة. ده غير ان عايز اقول كمان ان في بعض مرضى السكر ممكن بيعانوا من موضوع السمنة المفرطة نتيجة اكلهم الزيادة اللي عايزين بيه طاقة، لا الكولوسيز هيديك الطاقة فبالتالي هيحميك من نوعين من السمنة، السمنة الموضعية يعني اماكن معينة من الجسم اللي هي بتزيد في الوزن بتزيد في الحجم، والسمنة بوجه عام برضه. طيب احنا دلوقتي طبعا في فترة مدرسة ومهم جدا ان احنا نحافظ على المناعة. مظبوط. وحضرتك تنصحنا بايه بقى بالنسبة قصة المناعة، ازاي ان احنا نقدر نرفعها بشكل سليم؟ طب كويس حضرتك، احنا دلوقتي المناعة بقت بمعنى صح عنوان مهم جدا جدا بالنسبة لنا، عشان كده الكولوسيز في النقطة دي هو بيقول انا بتفوق على غيري في موضوع المناعة بما فيه من فيتامين ألف اللي أهم حاجة عنده عامل تقوية الأغشية المخاطية للفم والأنف اللي بتنقل بيهم الفيروسات والبكتيريا نتيجة الاختلاط اللي بيحصل في المدارس والجامعات بوجه العام. برضو احنا عايزين نقول ان فيتامين د ليه وظيفة مهمة جدا جدا في تنشيط المناعة عن طريق نوع من الخلايا معينة اللي بتبدأ تهاجم الفيروسات الغريبة والأمراض الغريبة. ده غير ان الأوميجا 3 طبعا هو أساس النقطة دي مهمة جدا عنده في تكوين كرات الدم البيضاء اللي بيبقى ليها دور كبير جدا جدا انها تقدر تقلل من الخلايا الالتهابية اللي عندي، فبالتالي ما يدخلش عليا. اذا كان دور برد هيجيلي يبقى دور برد ويقف لحد كده، دور برد اللي احنا عارفينه ما يدخلش معايا في مضاعفات زي تليفات الرئة او خلافه. احنا عايزين نقول ان الكولوسيز ليه حاجة اثبتت الدراسة مهمة جدا جدا ان بما فيه من فيتامين ألف وفيتامين د والأوميجا 3 ان لقوا ان هو بيحاول يقلل بنسبه 80% من امراض الانفلونزا الموسميه، يعني بيحاول
يقلل الانفلونزا الموسميه على قد ما يقدر. فبالتالي موضوع بقى يروح للدكتور، انا اشتباه برد، طب انا اشتباه كورونا، وبالذات الموضوع ده فيه لغط كبير جدا لان نفس الاعراض هنا نفس الاعراض هنا. تمام. طيب احنا الحقيقه عندنا سؤال مهم جدا يخص وجع العظام، هل كلوسيز ليه تاثير ايجابي؟ بصي الكلوسيز هيرد على كل سؤال في النقطه دي، لان ليه رد بما فيه من ثلاث مكونات اساسيين. فيتامين د هيبقى يقول انا هرد المره دي. احنا حضرتك بنلاحظ انك حتى في نظام الاكل اللي بتقدمه لنا دايما بتراعي ان موضوع الكالسيوم والفوسفور يبقى عالي. طب احنا دخلنا الكالسيوم والفوسفور جوه جسمنا، مين اللي هيمتصه؟ فيتامين د هو المسؤول عن ترسيب الكالسيوم والفوسفور على العظم، فبالتالي العظم يبقى اكثر صلابه اكثر قوه. يبقى انا مش هعاني بالنسبه للسن الصغير من لين العظام، او بالنسبه للسن الكبير من هشاشه العظام، وكذلك الاسنان. كم واحد فينا اسنانه بيقول لك ده انا لقيت سنتي اتكسرت او ضرسي حته منه اتكسرت؟ كل ده بسبب عدم وجود فيتامين د في جسمك بطريقه كويسه، وبالذات احنا داخلين على شتاء يا جماعه. الكلوسيز بيامن النقطه دي، لان انا اغلب جسمي مش هيتعرض لاشعه الشمس، هبقى لابس ومكتف نفسي كويس. صح. فبالتالي فيتامين د اللي كان بيجي عن طريق اشعه الشمس يبقى النقطه دي قلت جامد، يبقى اقدر اخده من حاجه تانية. اقدر اخده من الكلوسيز، وبالذات انه بيديني الجرعه اليوميه بتاعتي. طيب بالنسبه لتركيز الاطفال بقى في المذاكره، اوقات بيبقى عندهم قله تركيز، صداع، زغلله، هو هل ده ليه تاثير؟ لما واحد ما بيركزش بيقولوا له ايه؟ بيقولوا انت مخك ماله، او معنى صح انت ما بتفهمش مخك ماله. تخيلي ان الكلوسيز بما فيه من اوميجا 3 انه بيدخل في تكوين خلايا المخ عند الجنين في بطن الام، عشان كده حتى الام الحامل بتاخد الكلوسيز بعد الشهر الثالث. ليه؟ بيدخل في خلايا المخ تكوينها بعد الشهر الثالث. بعد الشهر الثالث. طيب. اول 3 شهور انا ما باخدش اي حاجه في اي حاجه، لكن بعد الشهر الثالث هو مهم جدا بالثلاث مكونات بتوعه. فيتامين الف، فيتامين الصحه والجمال، عايزين وشها يبقى نضر، لان هي دايما بتشتكي من الشحوب. بنشتكي دايما من اكتئاب ما بعد الولاده او اثناء الحمل، فكل الكلام ده الكلوسيز هيقدر يامنها. نرجع مرجوعنا في نقطه الطفل اللي بيتكون عنده خلايا المخ من الاوميجا 3 اللي موجوده في الكلوسيز. فبالتالي لما اخلي الاوميجا 3 عندي معدلاتها كويسه، يبقى انا هحسن التحصيل الدراسي بتاع الطفل. كم واحد دلوقتي، كم ام بتقعد مع ابنها بتذاكر له وتذاكر له حاجه معينه وتيجي تساله فيها بعد ساعتين؟ انا مش عاوز اكتر من ساعتين. بينسى كل حاجه. طبعا. طب قبل ما تحاسبي ابنك لازم تقولي لي انا قدمت له ايه، انا اديت له ايه. الكلوسيس في النقطه دي هيقدر يحميك كويس جدا جدا، ويقدر يوفر عليك حاجات كتير قوي. طيب نرجع تاني معلش للفئه العمريه، من سن كام لكام والجرعات؟ احنا بنقول من سن سنه لحد 7 سنين بياخد كبسوله واحده في اليوم، ممكن نفضها له على اي حاجه بيحبها الطفل، وده هتبقى طعمه الجرعه اليوم. بصي هي في الاول في اخر احنا قلنا زيت سمك، زيت هو الطعم ملوش طعم، لكن احنا بنحاول نحطها في حاجه جوسي او حاجه مثلا تكون تركيزها كبير شويه، بحيث ان هي بس ريحه بتبقى ريحه زي ريحه ايه، سمك، كان هعمل اكله سمك في البيت. ايوه. فهي دي بس دي النقطه. بس هي طبعا في كلتا الاحوال الطفل بيتعود عليها، ومبقاش مجرد ما بلعها خلاص ملهاش اي طعم. طيب خلاص. يعني كبسوله من سن سنه لسبع سنين؟ 7 سنين، وفوق السبع سنين كبسولتين على الريق بياخدهم الطالب طبعا، او الشاب الكبير بياخد عادي كبسولتين او ايا كان فئه على الريق قبل الفطار؟ على الريق قبل الفطار، ودي مهمه جدا النقطه دي، لاني انا بقول قبل الفطار عشان انا بحتاج الطاقه والنشاط والحيويه الصبح اول ما اصحى من النوم. فهو هيقدر يمديني بالنقطه دي كويس جدا. طيب الناس تقدر تلاقي كلوسيز فين؟ الكلوسيز موجود في كل الصيدليات زي ما قلت لحضرتك يمكن في بدايه الحلقه، ان هو النقطه دي عشان نضمن ان الحاجه دي واصله من اول ما جت الماده الخام لحد ما وصلت للمشاهد، وهي طبقا للمعايير والمواصفات بتاعتها، مفيش خلل في نقطه معينه. طيب نقدر نشوف صفح الفيسبوك؟ مظبوط، صفحه طيب. الفيسبوك بيبقى عليها حتى ارقام، في حاله لو احنا مثلا مع حضرتك في تساؤلات معينه في بيفكر فيها المشاهد، احنا ما قدرناش نغطي النقطه دي معاه، لكن ممكن يسال في فريق هناك هيرد عليه برضه في النقطه دي، ويمكن هو هيبقى هيلاقي التعاون كويس معاهم ان شاء الله. هي حضرتك تقدر تقول لنا سعر العبوه؟ العبوه سعرها حوالي 42 جنيه 75 قرش. وفيها كام؟ فيها 30 كبسوله. 30 كبسوله. 30 كبسوله، لو قلنا من سن سنه لسبع سنين يبقى علبه واحده هتقضيهم، فوق سبع سنين هيبقى من علبتين لثلاث علب، يعني نقول علبتين هيبقى كويسين جدا ليهم، لثلاث علب برضه مش هيضرني في حاجه خالص. تمام، حضرتك تدينا بقى نصيحه للمشاهدين كده قبل ما نختم الحلقه؟ بصي انا بالنسبه لي كطبيب احب اقول مش لازم ان انا استنى هقول انا يجي لي برد او ما يجيليش برد، او استنى تعب يجي لي ازاي، لا انا عايز اكون مستعد.
وبالذات لما يكون في حاجه زي الكولوسيس بفيتامين ألف وفيتامين د والاوميجا 3 هتفيدني في حاجات كتيره جدا جدا وهتفيد جميع الامراض المزمنه. يبقى وسعرها كويس، لا انا ما اقصرش في حق نفسي في النقطه دي، انا اعمل اللي عليا والباقي بعد كده على ربنا. يمكن اخر حاجه بس قبل ما نختم سريعا، هل ممكن اي حد ياخد جرعه مع نفسه ولا اي حد لا لازم يرجع يستشير الطبيب؟ انا بتكلم في مكمل غذائي. مكمل غذائي فيه الجرعه اللي باخدها في اكلي مفروض اخدها في اكلي كل يوم، بس احنا نظرا لظروف حياتنا صعب جدا نعمل الموضوع ده او نواظب عليه، فعشان كده لا تتعارض مع اي عمر، لا تتعارض مع اي سن الا في الحالتين احنا قلنا في السيده الحامل بعد 6 شهور الاولانيين فقط لا غير. تمام، بشكرك جدا. شكرا. شكرا. بتمنى يا رب تكونوا استفدتوا النهارده، واشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده باذن الله.